واليوم بالبطولة البيسبول حصدنا على المركز الأول مع فريق أكاديمية البيسبول. الحمد لله صار لنا 3 شهور بندرب على هاي البطولة ومش المرة الأولى نفوز ببطولة صراحة، وإن شاء الله بنطمح لنفوز ببطولات أكثر لقدام إن شاء الله. شعور فرح وسعادة وفخر إن إحنا فتيات من غزة من دير البلح تحديدا قادرين نحصل على هذا المركز بطموحاتنا وتدريبنا، ونبين للشعب الفلسطيني والدول الخارجية إنه فتيات غزة والفتيات الفلسطينيات قادرات على أن تمارسنا الرياضة في أي زمان وفي أي مكان. الصعوبات اللي بتواجهنا بحيث توفير الملاعب المغلقة بحيث إن إحنا فتيات، ولكن الحمد لله أكاديمية البيسبول والمنتخب البيسبول ما بيقصر معنا، والصعوبات ان احنا ما بيسمحوا لنا نشارك بمشاركات دوليه، ولكن احنا الحمد لله بنسعى لهي المرحله القدام وان شاء الله راح نوصل لها. شاركت 3 بطولات قبل هيك وحصلنا على المراكز الاولى، وهي البطوله رقم 3 اللي احصل على المركز الاول. لعبه البيسبول 5 اصلا هي للفتيات، وان احنا في عندنا فتيات في غزه وفي دير البلح وفي كل المحافظات قادرات يلعبوا رياضه وعندهم شغف وحب للرياضه، بيقدروا يتعلموها على الانترنت، بس لازم يمارسوها طبعا بشكل وجاهي على مع المدرب مع الكوتش او في اي ملعب، لازم يكون فيها روح الفريق. طموحاتي اني انا اقدر اشارك وامثل دولتي فلسطين بمشاركات دوليه على مستوى العالم وعلى مستوى الدول وعلى مستوى القطاع بشكل عام.